صفحة رعد اليوم خضرة مع مهرجان الزيتون. من جديد صباح الخير لك إبراهيم، وصباح الخير لك كاثي أيضا. يا صباح الفل. يعني كاثي إبراهيم زرت معرض زيتون؟ أنا ما زرته. أنا صدق مفروض يعني اليوم أمر إن شاء الله إذا قدرت يعني. يعني أتمنى أنكم اليوم تمروا على هذا المعرض وتستمتعوا داخل المعرض ومهرجان الزيتون. تنقل تحياتنا لجميع النشميات والنشامة المتواجدين في هذا المكان، لأنه مكان مهم جدا، والمشاريع الريادية للسيدات وأصحاب المشاريع مهمة جدا، وهذا المكان المحدود ولكنه تخطى حدود الوطن، خلينا نحكي وصل للعالم. شفنا على المواقع التواصل الاجتماعي كل الناس خصوصا الأردنيين المغتربين عم بيتحدثوا عن هذا الموضوع، وصل للكل، وجد كثير مهم حتى نساعد الناس على وضع مشاريعهم على خارطة الطريق للتسويق تحديدا. صحيح. أكيد كاثي، أكيد إبراهيم، وسنضعكم أكيد في المهرجان الزيتون، واليوم الثالث على التوالي لبدء مهرجان الزيتون. نتحدث اليوم عن منتجات محلية ووطنية بأيادي أردنية، سيدات أردنيات، شركات حكومية أردنية. أيضا نتحدث عن إنتاج زيت الزيتون في مختلف مناطق المملكة، وأيضا بعض المنتوجات المحلية. تحدث عن 11 ألف متر مربع هذا المهرجان، ولأول مرة، ويختلف عن كافة أو باقي المهرجانات الأخرى السابقة. اليوم سنتحدث وإياكم أكثر مع المهندس بكر البلاون، مساعد الأمين العام للإرشاد، عن المهرجان. صباح الخير مهندس، يعطيك العافية. صباح النور، يا أهلا، يا أهلا وسهلا مهندس. إحنا بنشوف اليوم نجاح، اليوم الثالث على التوالي، اليوم نجاح هذا المهرجان. تحدث عن صيغة وصبغة هذا المهرجان اليوم بطريقة مختلفة وشكل مختلف. نعم، طبعا احنا بدنا نشير في نقطة مهمة جدا، انه هذا المهرجان 21، يعني احنا بنحكي عن تاريخ 20 سنة متواصلة قامت فيها وزارة الزراعة ممثلة بأذرعها البحثية والعلمية وشركائها من الجهات والمنظمات الداعمة بتوفير مظلة ونافذة تسويقية للمنتجات الريفية من جميع محافظات المملكة، ولمنتجات الزيت والزيتون اللي بيمثل قيمة مهمة جدا في الإنتاج والاستهلاك الأردني بالغذاء وقائمة الغذاء الأردنية فيها. مهندس، نعلم اليوم في مؤسسات أيضا مشاركة بهذا المهرجان وداعمة لهذا المهرجان، تحدثوا عن التشاركية اليوم بنجاح هذا المهرجان. نعم، احنا في كثير من شركائنا اللي بيكون لهم دور واضح في المساعدة في إقامة هذا المهرجان وتوفير هاي الفرصة لتوفير نافذة تسويقية مباشرة للمنتجات الريفية بين المنتج الريفي وبين المستهلك. من المؤسسات الكثير الداعمة والمشاركة معنا في منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو، في مثلا منظمة ومؤسسة ميرسي كورب، في البنك برنامج الغذاء العالمي، في الشبكة النسائية. طبعا احنا الصيغة اللي تم تنفيذ فيها المهرجان السنة بيختلف عن السنوات السابقة نتيجة الظروف الكورونا اللي بمر فيها العالم، فطورنا من أساليب ووسائل الدخول الآمن للمشاركين، استعتمدنا مساحة أكبر بكثير عشان احنا نطبق تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة في ظروف جائحة كورونا، أجهزة حديثة استخدمت في تنظيم الدخول وتعداد الدخول وتعقيم الدخول والتأكد انه كل مشارك او زائر يحصل على شهادة المطعوم، والتأكد من ظروف السلام العام للجميع. فرصة عظيمة جدا. أكبر مثال ممكن نحكيه أنه في اليوم الأول 17 ألف زائر استقبلنا، في اليوم الثاني تقريبا 21 ألف زائر استقبلنا، وإن شاء الله نتمنى الأرقام تزيد. يمتد هذا المهرجان لمدة 10 أيام، وبالتالي بنزيد فرصة تسويق المنتجات الريفية وبنساعد في دعم وتمكين المرأة الريفية ومنتجاتها. بدي أشكرك مهندس، يعطيك ألف عافية، وجهود جبارة لكم سيدي. الله يعافيك، ومن خلال شاشتكم الكريمة بنوجه دعوة لكل المواطنين يزوروا مهرجان المنتجات الريفية ومعرض الزيتون.
شكرا لكم، يعطيك العافيه. ايضا مشاهدينا الكرام، احنا موجودين معكم بهذا الربط من ايضا مختبر فحص الزيت التابع للمركز الوطني للبحوث الزراعيه، وجهود جباره لهم للشباب موجودين معنا الان. دكتور سلام ايوب وهو مشرف مختبر فحص الزيت. دكتور صباح الخير. صباح النور. صباح يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. يعني اليوم انت مشرف مختبر فحص الزيت، اليوم نتحدث عن اليه فحص الزيت، وهل كان هناك حالات من الغش داخل هذا المعرض او المهرجان؟ تحدث سيدي بوضوح. اوكي. يعني بداية احنا المهرجان الزيتون الوطني 21، جميع المشاركين في المهرجان سواء كانت معاصر زيتون، مزارعين او جمعيات، يعني بيتم توريد كميات الزيت خاصة في المشاركين، مباشرة بعد التوريد عند كل مشارك بيكون في لجنة مكونة من المركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة، بتم أخذ عينات عشوائية من المشارك، وثم هذه العينة يتم إحضارها إلى مختبر الفحص هون من أجل فحص الغش والحموضة والتقييم الحسي لزيت الزيتون، ومن ثم تصنيف الزيت. لحد الآن جميع الفحوصات اللي تمت لم يتم لأي حالة غش، جميع الزيت الموجود في أرض المهرجان كله خالي من الغش بجودة عالية. ففي عنا رقابة شديدة بتتم على جميع المعروضات من زيت الزيتون، وبتم تقييم الفحص أو تقييم زيت الزيتون من حيث أنه هل هو بكر ممتاز أو بكر أو بكر عادي، وبعد ذلك يتم وضع ملصق عليه الـ QR كود. هاي العملية بتسهل على المستهلك أنه مجرد ما يعمل على كل تنكة موجودة في المهرجان، على كل تنكة في ملصق بيتم من خلال نجربها اليوم وانا نعملها اخواننا مشاهدين على الهواء مباشره ونعمل يو ار كود. ولكن سيد العزيز سريعا بعجاله، لا سمح الله اذا كانت في حاله غش من بالزيت اليوم، شو تصرفكم اليوم وشو التصرف؟ نعم، احنا بوجود الغذاء والدواء، مؤسسه الغذاء والدواء، الاعضاء في اللجنه بيتم التحفظ على اي كميه سواء كانت فيها حاله غش او حاله عدم صلاح الاستهلاك البشري. في حال كانت ارتفاع الحموضة بحيث بيكون الزيت غير صالح للاستهلاك البشري، يتم التحفظ عليه ومصادرته وعدم السماح بدخوله أو بيعه على أرض المهرجان. لحد الآن ما فيش أي حالة لوجود أي غش، جميع الزيت هو زيتون بكر والجودة عالية. متأكد، أهم شيء عنه هنا في ثقة المستهلك، أنه يتأكد، يكون متأكد المستهلك أنه من خلال الباركود بيعطيه على كل تنكة شو مواصفات الزيت، المصنع، المعصرة، المكان الجمعية، معلومات كاملة، وأيضا تصنيف الزيت ونسبة الحموضة أيضا. أنا بدي أشكرك دكتور سلام لضيق الوقت معنا في هذا الصباح، لأنه إحنا اليوم راح نكون معكم من مهرجان، كل الاحترام لك ويعطيك ألف عافية. شكرا. يعطيك العافية. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام أكيد بهذا الربط المباشر الصباحي دائما معكم، نتحدث عن مهرجان الزيت والزيتون في منطقة والعاصمة عمان تحديدا. راح أكون معكم بعد قليل أيضا مع سيدات المجتمع المحلي، وسنتحدث وإياكم أيضا مع الباركود. اليوم راح نحكي عن الباركود، كيف ممكن المواطن يستخدم الباركود مع تنكات الزيت الموجوده داخل معرض ومهرجان الزيتون. عود الان الى كاتي وابراهيم لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد.